ميتو في لقاء سابق معانا قالت انها زهقت من قلة المنافسة، بعد كده راحت الزمالك، طبعا منافسة ممكن كده تزيد، مش عارف ايه حلت الموضوع بايديها يعني. فهل انت تفضلي عموما انك تبقي في الدوري الفريق مرتاح ملوش منافس بيكسب قبل ما يلعب، ولا لو في منافسة اكتر ومستوى الفرق التانية مستواها اعلى ده هيدي طعم احسن للمسابقة؟ لا طبعا، انا بالنسبه لي ان احنا نبقى داخلين عارفين حاجه كده كسبانين حاجه ممله جدا، وحاجه كمان مش بتعلينا احنا كلعيبه، اللي هو احنا كده كده عارفين مش بنلعب اللي هو ناس في نفس المستوى، فده بيقلل من مستوانا، لكن بكتر الاحتكاك وبكتر المنافسه ده بيودينا في حته تانية خالص. فانا شايفه انه لو السيزون اللي جاي ده هيبقى ميزه كويسه قوي للفولي في مصر عامه وللمنتخب كمان، ان كل حد او كل لعيبه في الدوري هتبقى عايزه انها تبقى كويسه وتبان وتكسب وتاخد البطوله، فده هيعمل منافسه كبيره قوي وهيخلي للدوري الفولي للبنات ليه طعم كده. فلا طبعا انا شايفه انها ميزه كبيره جدا. يعني المنتخب لسه طبعا كنتوا في الجزائر من اسبوعين تقريبا وقدمتوا مستويات مميزة، ايه تقييمك للمشاركة، وهل حاسة ان كان ممكن ان المشاركة دي النتائج بتاعتها اعلى من المتوقع ولا اقل من المتوقع، ولا حاسة اصلا الاحتكاك بالاوروبيين عامل ازاي؟ بالنسبة لمنتخب مصر احتكاكنا بيهم المرة دي كان أفضل مرة تقريبا حصلت بقالنا كتير قوي، الكلام ده من 98 أو 78 مع حاجة كده، يعني حاجة في الرينج ده. أول مرة ناخد سادس في بطولة بحر متوسط، وأول مرة الجيل ده والجيل اللي قبلنا يطلع أصلا بطولة بحر متوسط. أعتقد إن الناس يعني راضية عن المستوى، يمكن إحنا كلاعيبة مش راضيين بس الناس راضية يعني، وده كان التارجت بتاعنا من الأول إن إحنا نطلع ناخد سادس. إن شاء الله اللي جاي بقى يبقى احسن، يعني هما شافوا ان احنا عندنا، فان شاء الله اللي جاي بقى نقدر نعمل حاجه اكتر من كده. كل واحده فيكم تقول لي معلومه عن الكره الطايره يعني عوام الشعب ما يعرفوهاش، يعني لما يسمعوها يتفاجئوا ايه ده فعلا موجود في الطايره. ان الجيم ان احنا بنجيب بوينتس مش جوان، يعني محتاجين يفهموا كده والله. يعني الجيم من 25 بوينت مش من 21. لا لا غششكم، انا مثلا يعني معروفه طبعا بين المتابعين بس الناس ما تعرفش مثلا الطايره اللي لازم ممكن يتلعب باي جزء من الجسم يعني، فطبعا الناس صح. بيشوفوا بالايد بس. يعني ممكن فعلا نعدي الكره برجلينا بصباعنا بايدينا اي حاجه بدماغنا بجسم. عادي ممكن. زينة، ايه اكتر حاجه نفسك تتطور في كره الطايره المصريه للسيدات؟ نفسي ندخل اولمبيكس، يعني ده حلمي يعني من وانا بجد صغيره، وحلم كل حد فينا اصلا ان احنا بجد ندخل اولمبيكس، لان اخر مره دخلنا اولمبيكس كان مثلا اكتر من 40 سنه مثلا. فانا نفسي ان احنا منتخبنا يوصل للمستوى ده، مش كمان يدخل اولمبيكس، لا انه كمان ينافس في اولمبيكس والفرق اللي بره وكاس عالم، واحنا مش ناقص يعني مش ناقصنا حاجه عن اللي بره. يعني لما المدرب الاجنبي كان اسمه ماركو ومسكنا المره اللي فاتت احنا فعلا كنا بوينتس بعيد عن المكسب فعلا، وكنا منتخب اعماره كلها صغيره، يمكن دي كانت اول مره تحصل ان اعمار كانت تبقى صغيره، ويمكن كانت اول مره مثلا لينا انا وزينه نسافر تصفيات اولمبياد وكنا داخلين منافسين بشكل اساسي يعني، فكانت حاجه كويسه قوي ان احنا ناخد الاكسبيرينس دي. فحاسه ان احنا المره دي يعني ان شاء الله يا رب لو ما حصلش اي حوارات وكده يعني ان شاء الله نقدر نكسب.